الوحدات. هناك تبديل آخر في صفوف فريق النادي العربي، التبديل اللاعب رقم 26 عبد الرؤوف الردايد. إذا تبديل هجومي أيضا لفريق النادي العربي بوجود هذا اللاعب الذي ينزل مكان أحمد غازي حتام، بذل مجهود كبير، يبدو أنه يعاني من إصابة، كان لاعبا ممتازا في الشوط الأول. هناك محاولة، يعني يبدو الأهداف الثلاثة التي سجلها الوحدات في الشوط الأول قد جعلت الأمور تتسرب إلى عودة بسرعة لفريق النادي العربي الذي يحاول عن طريق اللاعب الذي نزل. هناك محاولة باتجاه اللاعب عامر أبو حوطي، وهناك طبعا فريق الوحدات كرة تحضر في وسط الملعب، تعود لعيسى السباح، عيسى وكرة تبعد لصاحب الهدف الوحيد للعربي، هدف رائع، يمر الكرة جميلة باتجاه الرتايدي. مع العربي في دوري المناصير الأردني للمحترفين، موقف ثابت، ركلة حرة مباشر. هناك الردايدي بيلعب كرة طويلة في الأمام، تبعد مرة ثانية، تعود الخطورة. على عامر أبو حوطي رقم 40. طبعا نعود في وسط ملعب الردايدي مرة ثانية. هناك الضغط من خليل فتياني. كرة للردايدي مرة ثانية طويلة في الأمام. تبديله رأفت علي، دخل مكانه أحمد كشكش قبل نهاية الوقت الأصلي بحوالي 19 دقيقة. نحن الآن في الدقيقة 73. الهجوم للعربي، المحاولة عن طريق الجانب الأيمن. هناك الردايد، الردايد العربي إذا سجل الآن. تمريرات خاطئة، تحول لصاحب الهدف الوحيد للعربي، هدف رائع، يمر الكرة جميلة باتجاه الردايدي. بهداري، دوما الكرة للأبيض، اللون الدارج في هذه الشوط الثاني المباراة، اللون الذي له غلبة. تبعد من لمسة أولى، تعود لفريق النادي العربي، ما زال يسيطر، ما زال يتواجد. الردايدي ممكن يسدد، الردايدي وكرة عالية، كرة عالية من عبد الرؤوف الردايدي رقم 26، فأيضا استعان به المدرب في الشوط الثاني من المباراة. يعني الوحدات الذي أقام معسكرا مغلقا قبل بدء